نروح للكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي، يقول لنا غضب مارس الكرة النهاردة من الأداء التحكيمي كان غضب منطقي ولا لا؟ كابتن جهاد مشرفني ومنورني. كريم تبارك عليك وعلى كل مشاهدينا. النهاردة إيه اللي حصل؟ هل الحكم أدار مباراة جيدة أم أدار مباراة سيئة؟ هل الأهلي كان له فعلا ضربة جزاء وبطاقة حمراء لفريق الوداد ولا ما كانش فيه الكلام ده؟ بص أنا أقول لك النهاردة حكمي الفار أدوا مباراة ممتازة. ممتازة. النهارده مراجعات الفار كانت ممتازه ومميزه. النهارده حكم النهارده كلنا حسينا الحكم طبعا خبراته قليله وكان فيه اهتزاز خاصه بعد الرجوع للفار والغاء ركله الجزاء اللي تم احتسابها للنادي الاهلي. طبعا الحكم الفار شارك الجزاء كره في راس المدافع الوداد، وبعد ده بعد اللقطه دي كان حسينا باهتزاز الحكم واهتزاز قرارات الحكم لنا. الخبرات اللي موجوده كحكم ليبي لسه 15 مباراه عمره التحكيم الدولي، فبتتكلم برضو خبراته قليله. لكن خليني اقول لك يا كريم ان مفيش خطا تحكيمي مؤثر في المباراه، يعني اللقطه بتاع حسين الشحات اللي طالب بيها اللي في الدقيقه 8 ركله جزاء الاحتكاك اللي كان حاصل مفيش فيه خطا على المدافع، لا في دفع ولا في مسك ولا في عرقله ولا في اي حاجه، احتكاك طبيعي جدا لا يرقى لاحتساب ركله جزاء نفسها. انا هربط بيها بينها وبين كره علي معلول اللمسه اللي حصلت في ظهر اللاعب الوداد دي لا ترقى برضه لاحتساب ركله جزاء. بنتكلم على اللعبتين معيارهم واحد ان احنا الكورتين نص نص لحساب ركله الجزاء سواء في اللعبه دي وسواء في اللعبه دي. الاثنين حكام الفار اللي موجودين المراجعه كانت صحيحه، حد غيرهم كان ممكن يعمل مشكله كبيره في النهارده لو تدخل تدخل غير صحيح. تمام. اللقطه اللي اثارت الجدل موضوع الطرد. لا قبل الطرد الكوره بتاع حسين الشحات ضربه جزاء ولا لا؟ لا مش لاني واحده الثانيه اللي بتتكلم عليها الثانيه ولا الاولى اللي هو وقع فيها ديت اللي هو اللي في الدقيقه 8 دي مش فرق الجزاء اللي كان في احتكاك. اللقطه الثانيه اللي هي من ورا الجون كانت في لقطه صريحه. لا الكوره بتاعت حسين شحاته اللي في الدقيقه 36 لمارس الكوره أيوة. اعترض عليها في المؤتمر الصحفي وقال انا بقول لك انها واضحه. هو اللقطه التحكيميه اللي تبين فيها جدا ان رجل لاعب الوداد على الارض مفيش دوس على القدم ولا في عرقله حصلت. اللقطه دي لازم يا كريم فيها اقطاع صفاره. الصفاره كانت هتطلع وكان في سيميوليشن على حسين الشحات. طب معلش انت بتقولي تمثيل على حسين الشحات كابتن جهاد معلش انا جايب لا معاك انا بحث خالص اتكلم انا جايب صور دلوقتي ممكن ما يكونش داس على رجله بس خابط السمانه واضحه يعني انه خابط سمانه مش ده يعتبر احتكاك يا كابتن جهاد. انا بتفرج على لقطه تحكيميه فيديو لما انت فكره الصور ممكن نلعب فيها. لا 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 عفوا اكيد مش هبلعب فيها. لا انا بكلمك الصور اللي في السوشيال ميديا والقصه دي. لا يا كابتن جهاد واحده معاك براحتك خالص على الفيديو اللي انت شفته بسيبك من الصور خلاص. انت عندك حق بالمناسبه ان الصور في كثير من الاحيان بتبقى خادعه مش هختلف معاك بس على الفيديو بس عشان احنا مش هنقدر نجيب الفيديو فبنحاول نجيب صور. صحيح الفيديو اللي انا شفته الرجل المدافع الوداد على الارض ما وصلتش القدم حسين الشحات باي حال من الاحوال. يعني مفيش اي احتكاك حصل وبالتالي مفيش احنا هنحتسب ركله الجزاء بايه؟ ودي المراجعه اللي على فكره اللي حكم الفار شافها. اللقطه اللي ورا الجون كانت واضحه جدا ان مفيش اي تلامس حصل بين رجل لاعب الوداد وحسين الشحات. تمام. الكوره بقى الكوره بتاعت الطرد نتكلم في معيار الفرصه المحقق اربع نقط عشان تطرد. اول حاجه السيطره والستاره المستقبليه كان في اثنين لعيبه على فكره من الاهلي هيروحوا انفراد. عظيم. هو ده كان اخر ثاني مدافع اللي هو كان في نص ملعب النادي الاهلي. اللي لعب كره باليد. اول معيار اللي هو عدد المدافعين فعلا عدد المدافعين كان ما فيش حد هيغطي عليهم. ثاني حاجه الفرصه السيطره والستاره المستقبليه على الكره كان موجود. ثالث حاجه المواجهه للمرمى كان هيبقى موجود. الحاجه الوحيده اللي تنزلني من الكارت الاحمر للكارت الاصفر في المعايير الاربعه بتاع الفرصه المحققه المسافه. المسافه بالمنظر ده في نص ملعب النادي الاهلي بالمشوار اللي هيروحه المهاجم بالمنظر ده لا يمكن يبقى في كارت احمر. لا يمكن يبقى في كارت احمر. ليه؟ لان المعيار المسافه ده معيار اساسي من الاربع معايير اللي لو نقص فيهم معيار واحد في الفرصه المحققه بنزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر. طيب ليه الفيفا بتتكلم في ايه الفلسفه في القصه دي؟ ان ممكن ما في لاعب مدافع سبرنتر ممكن يعمل سبرنت ويلحق اللاعب في المسافه الكبيره دي. انت بتتكلم على اكتر من نص ملعب وبالتالي استحاله كارت احمر من نص الملعب بالمنظر ده. هقول لك على لقطه حكيميه كريم في كاس عالم شباب اللاعب كان في نص الملعب نفس المكان بس ما لعبش كره بالايد. هو مسك المهاجم اللي راح بوشه راح للجون من نص الملعب بالمنظر ده مسكه من وسطه وقفه. فبتتكلم اكتر واقعيه من دي كمان بس برضو معيارها كارت اصفر مش كارت احمر عشان معيار المسافه الموجود في اللقطه دي. طيب وبالتالي مراجعه حكم الفار المراجعه الصحيحه اللي حصلت بخبراتهم
مشوا مع معيار الفيفا وبالتالي انذار مستحق ومفيش فيها كارت احمر. يعني الملخص انه الاهلي اليوم لم يستحق ضربه جزاء وايضا لم يستحق الوداد بطاقه حمراء ليحيى عطيه الله في الكوره ديت. بالظبط، ونفس الكلام الاهلي الوداد اللي يستحق ركله الجزاء بتاع علي معلول، اللي برضه على فكره جمهور الوداد وفي المغرب قلبين الدنيا على لعبه علي معلول برضه بلا طرق الاحتساب ركله الجزاء. احنا بنتكلم كمعيار تحكيمي سواء للاهلي او على الاهلي او للوداد او على الوداد، احنا بنتكلم كتحكيم. لكن احنا كلنا كنا حاسين ان الحكم مباراه اكبر منه كخبرات وكده، لكن في الاخر مفيش خطا تحكيم مؤثر لوجود اثنين من حكام الفار اللي موجودين في كابينه الفار نجحوا المباراه النهارده تحكيميا بدون اي اخطاء تحكيميه مؤثره. في اخطاء في اخطاء وفي اخطاء كتيره وانذارات كتيره كانت مستحقه الحكم ما ادهاش، لكن مفيش خطا تحكيمي اثر على ريتم المباراه، ده الاهم. طيب حكم مباراه العوده كابتن جاد بملاك شايف انه هيبقى حكم جيد لهذه المواجهه؟ هكلمك في حاجتين اثنين يا كريم. طبعا. اولا النزاهه والراجل فير والراجل ما بيروحش يمين ولا شمال، ما بيتاثرش بجمهور ولا مضغوط موجوده ديت، وجمهور الاهلي يثق في الكلام ده. الكلام بقى بقول لجمهور الاهلي ثق في نزاهه الراجل بملك دوت وثق في شغله في الملعب. لكن ان هو بعد المباراه هيعتزل دي انا رافضها قرضا وقريبا لو ده حصل، لان ما ينفعش حكم يعلن اعتزاله بعد المباراه ويروح يدير مباراه نهائيه بالمنظر ده. فهو ده لو حصل هيبقى عليه كومنتات كتيره، لكن الراجل لو استمر واداء تحكيم محترم وخرج بعد المباراه بصوره محترمه في المباراه، يعني لو اعتزل ما فيش عندنا مشكله. لكن لو في مشكله في المباراه واعتزل بعد المباراه يبقى انا الوم الاتحاد الافريقي ان هو كان على علم بعد المباراه ديت. ده حصل برضه كلام مش مؤكد بس الكلام اتقال كتير جدا. لا فهمني يا كابتن جهاد، يعني لو هو خلص المباراه دي في ختام مشواره مثلا في نهائي دوري ابطال افريقيا واعتزل بعدها، ايه المشكله؟ هو انت ممكن بعدها تاخد القرار، لكن القرار لو مسبق قبل المباراه ان انت تعتزل ده غير مقبول يا كريم. ليه بقى؟ مقبول ان انا ليه بقى؟ لان انت هتشكك كتير قوي في التحكيم، هتشكك كتير قوي في الحكم، ده الحكم عارف ان ده اخر ماتش ليه مش مهتم بيه، او تفتح ابواب لك يعني التحكيم في المباراه. مفهوم. لو ده موجود مفهوم. وبالتالي احنا ما ينفعش تقول انا هعتزل بعد المباراه ديت وده مباراه تكريم ليا. انت مباراه بتتكلم على نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه دي مهمه جدا لفرقتين كبار زي الاهلي والوداد، وبعد نتيجه الماتش الذهاب النهارده هتبقى مباراه مهمه جدا. اي خطا تحكيمي مؤثر هيبقى مشكله كبيره سواء للوداد او للاهلي. صحيح. وبالتالي احنا بنتكلم ان احنا عايزين اداء تحكيمي محترم ايا كان مين اللي هيكسب. صحيح. وطبعا كمصريين نتمنى ممثل مصر اللي يكسب. بنتكلم على التحكيم، عايزين تحكيم محترم في المباراه. صحيح. عايزين الناس تخرج من المباراه ده خد حقه وده خد حقه ايا كان مين اللي يكسب في المباراه. الاختيار هو اختيار كحكم خبرات الموجود، احنا عندنا ثلاث اربع حكام خبرات مع الحكام الشباب، ومطلوب المباراه دي فعلا حكم خبره، اتمنى له التوفيق. لكن التخوف اللي موجود عند جمهور الاهلي بيتكلم على الاشاعه بتاع الاعتزال ده. طيب. هو ده النقطه دي التخوف. كابتن جهاد، الوقت الضايع في الشوط الاول كان 5 دقائق، الوقت الضايع في الشوط الثاني كان 8 دقائق. هل تفتكر ان الحكم النهارده طبق فكره تطبيق الوقت الضايع الفعلي من المباراه؟ يعني كان في هتلاقي في نصيحه من حكام الفار اللي موجودين برضه، هم اللي قالوا له وكلموا معاهم اللي بيحسبوا له ده. وده موجود في البطولات الكبيره ان حكام الفار هم اللي بيتدخلوا وبيدوا الحكم بالوقت بدل الضايع، لان هم بيحتسبوا ده اسطوب واتش معاهم، وبالتالي الارقام اللي اتاخدت دي مش هو تقديره هو، ده قرارات مباشره من حكام الفار اللي موجودين معاه. وده المفروض يحصل في مباراه العوده؟ ده طبيعي جدا، لازم يحصل، ده طبيعي جدا. التحكيم الدولي في المباراه الكبيره زي كده لازم حكام الفار يتدخلوا، مش تقديري دلوقتي الوقت بدل الضايع، الوقت بدل الضايع دلوقتي يحتسب ويحتسب بدقه عشان دي حقوق. وبالتالي الاتحاد الدولي بياكد عليها جدا، ولازم الحكام يشتغلوا عليها بمنتهى. عارف سالتك السؤال ده ليه؟ عشان بقلق من فكره ان المباراه وتضييع الوقت في المغرب والتفاصيل دي، فبقلق منها. ده لازم الحكم يكون دقيق جدا، حكم الفار بالذات اللي موجود يكون دقيق جدا في احتساب الوقت بدل الضايع، زي ما حصل النهارده من حكام الفار اللي بقول لك النهارده هم نجوم المباراه وحكامي الفار النهارده. صحيح. وبالتالي هم اشتغلوا على شغلهم دوب على احسن صوره، اتمنى نفس المعيار ونفس الاداء يحصل في مباراه العوده ان شاء الله. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.